معرض المنتجات الجزائرية بالدوحة فصل آخر من فصول التعاون والشراكة بين الجزائر وقطر، يفتح آفاقا أخرى للاستثمار وتعزيز السوق القطرية بالمنتجات الجزائرية ذات الجودة العالية والمتنوعة. مرحبا بالجزائر في بلدها الثانية، وحنا مرحبين بالجزائر وبالمنتجات الجزائرية. وثانيا احنا نشوف المعرض ما شاء الله تبارك الله على قدم وساق في مجال متنوع، من مجالات الزراعة، في مجالات الصناعة، في مجالات الأغذية بشكل عام. وحنا والله إن شاء الله احنا محبين بالمعرض هذا، ومحبين إن شاء الله بالاستثمار عندكم في الجزائر في الوقت القريب إن شاء الله. احنا جايين من المملكة العربية السعودية، سمعنا أن في معرض للمنتجات الجزائرية، وحبينا نزور نستغل الفرصة. نزلنا المعرض ما شاء الله نشوف فيه أكثر من براند مميز، من ضمنها المرجان، وإن شاء الله أن هذا شيء مشرف للعرب جميعا. شيء جميل أن نرى كل هذه المنتوجات الجزائرية التي لاقت رواجا كبيرا في الأسواق العالمية. نرجو أن نشاهد مثل هذه التظاهرات والترويج للمنتوج الجزائري، وأنا بدوري أدعو الجميع للحضور لزيارة المعرض والتعرف على المنتجات الجزائرية. 150 مؤسسة جزائرية ناشطة في مجالات مختلفة حاضرة في هذا المعرض، وهي على أتم الاستعداد للاحتكاك والتبادل التجاري مع المؤسسات القطرية. احنا هنا خاصة للحديث عن مناخ الاستثمار في الجزائر، واحنا في حاجة الى استثمارات في البنية التحتية واستثمارات في المشاريع الكبرى في الاقتصاد المعرفي في كثير من المجالات اللي شفنا انه الشركات القطريه فيها عندها تميز في ذلك. اليوم نحن موجودون في السوق، يعني في قطر، الحمد لله اليوم وجودنا كان بعد ترويج على العلامه المرجان، ونحن فخورون اليوم بوجودنا هنا مع الشعب يعني القطري. غدا لقاء تاع غد هو لو فوروم، هو لقاء بين المتعاملين الاقتصاديين، وحنا يعني ما جيناش ايدي فارغه، ولكن جينا مع يعني بمشاريع تعاون، مشاريع شراكه، وان شاء الله نجسدوا لهم في غد في الميدان ان شاء الله. اليوم هذا المعرض جاء كذلك تتمه لهذه ورقه الطريق الموجوده بين البلدين، من اجل يعني وضع مخطط عملي لشراكه حقيقيه لعلاقه تبادل تجاري، علاقه رابح. وخلال افتتاح هذا المعرض الأول من نوعه، تبادل الطرفان الجزائري والقطري الشروحات حول التجربة القطرية الرائدة في إنشاء وتسيير المناطق الحرة، والتي ساهمت في تحفيز الاستثمار وتطوير البنية التحتية الاقتصادية بقطر.